المرأة الأردنية كل التحية، والتحية للمملكة الأردنية الهاشمية، ملكة وحكومة وشعبا في ظل العيد، عيد الميلاد جلالة الملك. تحية لكم، يعني إذا سمحتوا لي ما بنقدر نمر عن المرأة الفلسطينية دون أن نوجه تحية لنساء فلسطين، النساء المناضلات اللي جسدوا دائما صورة بهية في التاريخ العربي، ويعني والكثير من النماذج القيادية اللي على أعلى المستويات أثبتت وجودها ونجاحها الكبير. أيضا كل التحية للنساء في فلسطين والنساء أيضا في مصر وفي العراق، وفخورين دائما بكل النساء العربيات. حقيقة مع الوزير احنا أيضا فخورين، احنا يمكن الحروب اللي مرت على البلدان جعلت المرأة قاتل. حتى في حربنا ضد داعش كانت كثير من النساء العراقيات أصبحت رمزية لمقاتلة كبيرة، وكرمت في كثير من المهرجانات لما قدمت وحملت السلاح حقيقة. مع الوزيرة في هذه الحلقة من برنامج بيت للكل الخاصة بالسيدات والنساء حقيقة، ونحن نبارك لكل النساء في كل بلدان العالم لحقيقة ما قدموا لبلدانهم. كلمة أخيرة من حضرتك لبرنامج بيت للكل ولكل سيدة عربية. يعني تشرفت اليوم بهذا اللقاء الطيب، وإن شاء الله دائما بتظل عمان والأردن بيت يجمع الكل من أبناء وبنات الوطن العربي الغالي علينا جميعا. نتمنى للنساء العربيات مزيد من التقدم والازدهار، ونحن على يعني على مشارف آذار اللي رح يطل علينا بيوم المرأة وعيد الأم. الصورتين الأساسيتين بجسدوا نضال النساء وإصرارهم وثابرتهم واجتهادهم. أمنياتي بمزيد من التقدم للنساء بكل مكان، أمنياتي لنساء الأردن أنه نستطيع وعبر اللجنة الوزارية لتمكين المرأة إن شاء الله هذا العام نحقق المبادرات اللي وضعناها ضمن استراتيجية تمكين النساء في التحديث الاقتصادي، حتى نوصل بنسب مشاركة اقتصادية للنساء الأردنيات وفق تطلعاتنا ونظرتنا للمرأة الأردنية. مسؤولية كبيرة، مسؤولية كبيرة، وإن شاء الله أننا بنكون قدها، ونعول كثيرا ودائما على الدعم الكبير للمرأة الأردنية من جلالة الملك وأيضا من الحكومة الأردنية اللي تولي هذا الملف حاليا كل الاهتمام. أنا لي سؤال أخير قبل ما لنا تختم معنا. لو نظرنا كده للخريطة العربية ومن خلال معالي الوزيرة المجتهدة، كيف يعني لو قدر لنا أن نختار الآن غدا أو بعد غد أن تتبوأ المرأة مراكز أعلى وأقوى، أو أن تتغير الثقافة وتصبح المرأة قادرة في أي مكان هي موجودة فيه؟ اختار واحدة من التنتين. إيه اللي تختاري؟ إيه الأسرع؟ أنا بختار الثقافة بالتأكيد، لأنه أنا بأمن بأنه بالعمل من الجذور ومن القاعدة، وبأنه أي شيء يعني يكون في القمة دون أن يكون له جذور ممكن أنه يذهب. دائما بأمن بالعمل مع القواعد ومن خلال تغيير الثقافة والتعليم والمناهج مرة ثانية جدا أمر أساسي. أكيد. تمكين النساء أهم من وصول بعض النساء.